بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس البسيط عن جسم الفطريات إن شاء الله في مقطع بسيط جدا. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. طبعا معظم الفطريات متعددة الخلايا عدا الخميرة فهي وحيدة الخلية. طبعا تتألف من شبكة خيوط دقيقة ولينة تسمى الغزل الفطري. تنقسم هذه الخيوط إلى خلايا ذات أنوية. جدران الخلايا طبعا مبنية من مادة اسمها السيليلوز، أيضا في مادة أخرى اسمها الكياتين، مما يكسبها صلابة وثبات وقوة عظيمة جدا بالجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان هدف هذا الدرس تعريف بسيط جدا على جسم الفطريات. إلى هنا إن شاء الله نشوفكم درس لاحق.